تحية خاصة من علي منصور واحلى البصرة واحلى شباب البصرة لكل السهرانين. يا صاح دول ابن الوقت لبى الي وعلي بحر العواذل طحت واندبت حيدر علي وقصدتنا للنجف شايل همومي علي وبجيت انا بحضرته ما باجي مثلي يا حي مصطفى وبجيت انا بحضرته ما باجي مثلي احد وبد بطرف قبته من الخميس لحد بالطيف جاني بطل بالطيف جاني بطل بدر وحنين واحد قال لي ولا تنهضم مقضية خلها علي انا بيا جرح ما يطيب انا بيا جرح ما يطيب يسألني عنك وما اقدر انا بيوم خيبت ظنك موقد الملح والسام كم حبي تورى ما قدر عشرتي ويا نصحى وياي لايف عمودك حملت الطيب حسي وصل يسألونك عني الناس وانت تقول يتعدى علي يوم يتشرف علي يوم
خاص من دار المطعم الرابع رودن المعلم ايمن الحلقي لعيون الكويت والشيخ الكويت لعيون الشيخ فهد الثلجي يلا فهد العيون عيونك الحلوه ابو راشد ابو راشد رحلة خلود الغالي نورينا الف هلا يلا فهد الفك بالعزيز اموال شد تحبني صارحني قد ما افكرني شايب بقلب طالعني في من رميت احلى فلان قاعد عيني بتدمعي اذا ما اشوفك كبالي روحي من وحيا الله البطولات وحلى صحبه حلوه منورين.